يعني قوي قوي في اللي بتعمله، وان انت مش عادي. انا الحمد لله يعني الحاجات ما دي. تقعدش كده تزعل تقول لا بالرغم من لا كل اللي انا لا فيه ده لا انا مش لاقي الرزق لا لا الكفايه. ده بالعكس، انا كده ساعات بتبقى ناس بتركب معايا الصبح بيقول لي والله انا ما كنت جاي قايم الصبح كسلان وفي البيت بيزقوني على الشغل، اما بشوفك كده بتديني طاقه ان انا ما كسلش، واقول ده انا بالنسبه لك ولا حاجه. بقول له لا ما تقولش كده، احنا كلنا سبب لبعض. ايوه انا روحت امبارح من عندك واحده تانيه، يعني حاسه ان انا بتقاعس كتير وحاسه ان انا مش عامله اللي عليا، بس ان شاء الله بعد الحلقه دي الحياه تتغير ان شاء الله باذن الله. لان ان لو شاء احنا الله بلد ما بنقدرش اللي انت بتعمله ده يبقى كفايه شعارات بقى، كفايه كفايه نقول اي كلام. هو يا جماعه انتوا مش شايفين طبعا اللي انا شايفاه، انا هخلي رادي ينزل دلوقتي امسك لكم الزراير والحاجات بايديا، وهو يعني الحرفانه فهو الكراكس، ويشيل من على الكراكس يحط على البنزين، من على البنزين مش عارفه ايه، ولو عايز يعمل المساحات او الاشاره بيروح برضه عنده زراير. بصوا الانوار يفتحها ويقفلها يعني. وبعدين في حاجه، وانا بحاول اشيل الساندوتش برجليا او مش عارفه ايه بقعد كتير احاول، انت هنا لازم لما ترفع رجلك لازم تحطها في المكان الصح، ولازم طبعا تعرف تمسكها، ما ينفعش تجلي منك طبعا. لانك سايق غلطه دي سواقه، ما ينفعش الغلطه بفوره. ايوه الغلطه بحادثه على الاكل او في الساعات مش مشكله، ممكن الحاجه تقع تجيبها تاني، لكن في السواقه الغلطه انك تمسك. هي مش بس انك بتمسك، سرعه البديهه والحركه، ويفتح صوابعه ويقفل صوابعه. ممكن اجيب الموبايل اتكلم وانا سايق. بيتكلم في الموبايل وهو سايق. حاسب. لا لازم راضي يجي، لازم راضي ينزل يصور لنا حكايه الموبايل. بص بيتكلم في الموبايل وهو سايق، ربنا يخليه. طب اركن لنا بقى في اي حته على جنب كده نوري راضي الحاجات دي. تعالى يا راضي اقف انت كمان. هو بس ما يقف اقف وراه. لا يا اركن انت على جنب يا راضي وهو هيقف وراك. ممكن ندخل في البطيء ده حتى ولا ممنوع؟ لا عادي. هي بس العربياتك منها مش شايفين حضرتك معايا محوطانة. أنا عايزة بس أوريك يعني إيه هو بيتكلم في الموبايل وسي. مش ملبوخ. لا ده بيعمل اضافات، بيخترق القانون. طب قولي بقى وريني دي الانوار ودي المساحات، بس بتشتغل مع الكونتاك، وده نور الصالون لما اكون ماشي بالليل واقع فوق اهو اجيب حاجه من العربيه او كده، ودي الاشارات يمين وشمال، وده الانتظار. وريني الانتظار فين؟ انت اللي عامل الزراير دي كلها. يعني احنا مش بنقول بس ان هو بيعرف يحرك، هو اللي مخترعها يا جماعه. ما انا بروح للصنايعي يعني بقول له على حاجه، يعني بقول له اشاور له على مكان عايزين نخرم هنا ونركب مفتاح كذا، هنا نخرم مفتاح، هنا نركب مفتاح كذا. تبريد اللذاتير عامله على طول دريك عشان العربيه ما تسخنش، عشان شغال في السوق على طول طول اليوم. هنا الكلاكس خليته تحت هنا، خليت الحداد لحمل حديده، وجبت مفتاح بحيث يبقى دايس بنزين وبزمر. عايزه اقول حاجه وهقول حاجه، ولو حد ما ساعدوني انا هعمل المستحيل عشان اساعده. يعني رجال اعمال بتشوفني دلوقتي، تجار بتشوفني دلوقتي، تجار عربيات بتشوفني دلوقتي، اوبر بتشوفني دلوقتي، كريم بتاع العربيات بيشوفني دلوقتي، الراجل ده بيشتغل سواق
ومش اشتغل سواق وخلاص وما استسلمش للإعاقة وصلح ساعات والساعات بطلت عشان الموبايلات طلعت، راح رايح جايب عربية ما عرفش يجيب عربية، راح مخترع عربية وقالوا له اختراعك لا عشان اللايحة. أعمل إيه؟ يعني ساعات ببقى متضايقة قوي، وساعات ببقى مقروفة قوي، وساعات ببقى بحس إن إحنا بنتكلم وبس ومش بنعمل زي ما بنتكلم خالص. مين اللي بيضحك على مين؟ يعني لايحة إيه؟ لايحة إيه؟ الراجل مخترع حاجة عظيمة وناس كتير ممكن تعمل زيه، ناس كتير فقدت دراعاتها، ناس كتير ما عندهاش إيدين، ناس كتير مشلولة، ناس كتير وعنده عربية. وبصوا العربية شكلها إيه، يعني مفيش أي حاجة سليمة، مفيش أي حاجة سليمة. فرحان بيها قوي، فخور جدا بيها، وبيجي ومش عارف يمشي طبعا وسط التاكسيات وسط الناس، فبيروح المنطقة الصناعية. يعني بصوا قاعد فكر إيه، راجل ساكن في شبين القناطر جه 6 أكتوبر المنطقة الصناعية عشان يوصل العمال بس شغلهم، بيكسب 30 جنيه في اليوم، يعني بيكسب 900 جنيه في الشهر لما ربنا يبقى قاسم له إن هو يبقى كويس. ومهندم ولطيف واثق من نفسه وعنده 3 عيال وربى 3 عيال 17 سنة و 15 سنة ومش عارفة 7 سنين ولا 6 سنين، ومؤدب ومحترم وبيبتسم طول ما هو بيتكلم معايا. أنا عايزة أعيط من كمية الظلم وكمية عدم الاعتناء بعقل زي ده وبكرامة زي دي وبعزة نفس زي دي. لما بخاطب الدولة ما بيجيليش رد فعل، لكن أنا بطالب الشعب المصري اللي كل ما بطلب منه حاجة بيستجيب لي. إحنا لازم نساعد الراجل ده، لازم كلنا نتكاتف ونساعد الراجل ده. إن شاء الله أحط نمرة تليفونه على الشاشة، تكلموه، تجمعوا، تجيبوا له عربية، نعمل أي حاجة، نعمل أي حاجة عشان الراجل ده. لأنه لازم، لو إحنا مش هناخد اختراعه انا هاخد اختراعه ده وابعت بيه ايميل لبره لاكبر شركات عربيات، ولما يتقبل الاختراع ده بره هرجع لكم هنا واقول لكم انتوا رفضتوه. عايزين نقول يعني احمد فايق ومصر تستطيع، والبرنامج هذا البرنامج العظيم اللي كل الناس اللي نجحت بره. طب ما في ناس ناجحه جوه احنا ما بنعبرهاش، في ناس ناجحة جوه وما بنعبرهاش ليه؟